القوي فرجاني ساسي، كرة قصيرة للياس الصخيري، ثم يوان بالعلوان يواصل اللعب حاليا مع المنتخب التونسي في المحور مع ياسين مريح. وقال نبيل معلول بالإمكان تغيير هذا الرسم في المباراة المقبلة في الأليانس ريفييرا، الملعب الممتاز لفريق نيس في جنوب فرنسا أمام المنتخب الكوستاريكي اللي يلعب في نفس التوقيت رفقي أمام المنتخب الاسكتلندي. والبارح المنتخب البنمي ظهر بوجه محتشم حاليا. وهبي الخزري، وهبي الخزري ذي قوته، وهبي الخزري والهدف الأول لصالح المنتخب التونسي بنيران صديقة، لكن بمجهود كبير من جانب متوسط الميدان الهجومي للمنتخب الوطني التونسي. وهبي الخزري ممتاز قوته في التوغلات في المساحات الضيقة، وهو اللي بروفوكا، هو اللي خلق الهدف لصالح المنتخب التونسي. وارتباك من جانب المنتخب الإيراني، والكرة رجعت من الحارس وصدمت بمدافع المنتخب الإيراني، والهدف الأول لصالح عناصرنا الوطنية. وهبي الخزري يمنح الأسبقية، فنيات كبيرة من وهبي الخزري، هذه الإعادة عمل سلسلة من المراوغات داخل منطقة الجزاء بامتياز. وهبي الخزري التصويب ترجع من الحارس علي رضا بيرافانت، وبنيران صديقة دقيقة 71 معطى جديد في المباراة، هدف الأسبقية للمنتخب الوطني التونسي ميلاد محمدي. صحيح. بنيران صديقة يفتتح باب التسجيل للمنتخب الوطني التونسي، مش مهم يسجل ضد مرماه ولا وهبي يسجل، المهم الأسبقية للمنتخب الوطني التونسي، ومهم جدا أنك تسجل في أول اختبار.